حنايا جينا بنيه كنا نفوز المباريات باش نتعداو الدور المقبل باش نربحوا مباريات اخرى. نعاود نقول ونعاود نقولها، اللاعبين هادو مازالهم صغار، مازالهم في اطار التعليم، مازالوا في اطار التكوين، دونك لازمهم الوقت، لازم الوقت باش ان شاء الله يزيدوا اكسبوتيكا اكثر بمرور المباريات، ان شاء الله يكونوا احسن. كاين اخطاء، كاين امور زدوا نعملوها، كاين بعض المراسم زدوا ندعموها ان شاء الله، ولكن العمل ما حش يخلص في هذه النتيجه. حنا العمل تاعنا هذا نوجدوا منتخب ان شاء الله تنافسي لدور لكاس افريقيا تحت المنظمه هنا في الجزائر. حنا هذا هو الهدف تاعنا الرئيسي، هذا دوره جاتنا في وقتها باش نعرفوا مدى جاهزيه الفريق تاعنا الوطني. ما نقولوش بلي راهو جاهز 100%، لا، ما لازمش نبيعوا الاوهام، مازال خدمه، مازال عندنا عام يستنى فينا. ما تنساوش بلي هاد الدراري في عمرهم 15 سنه، دونك لازم يتعلموا، مازالهم في اطار التكوين، مازالهم في اطار التحولات، ممكن جدا لاعبين اخرين يجدوا يبانوا ان شاء الله. هذه هي النخبه الوطنيه، ان شاء الله تكون احسن لاعبين في هذه النخبه. راه كل المقابلات يعني تحقيق اكبر عدد من الفوز يعني المقابلات. شوف احنا دخلنا بنيه باش نفوزوا. علاش نفوزوا؟ باش نرسخوا نوعا ما الثقه في هاد اللاعبين، باسكو سي فري كو بالك طريقه اللعب كانت اكثرها دفاعيه، ولعبنا بكتله متكتله ولعبنا على المرتدات. هاد اللاعبين اللاعب الجزائري معروف موهبته، كي يربح ثقه اللي كاباب دا ميراكل مي، ولكن نقص ثقه، دوك لازم نتائج باش يربح ثقه. دوك حبينا نعطولو نرسخوا له يعني ثقافه الفوز باش يكتسب ثقه، وبعد نعاودوا نولوا طريقه اللعب تاعنا. باسكو في دوره شمال افريقيا بدينا بطريقه اللعب، حبينا نلعبوا كره من وراء، جسدنا فرص كثيره ودرنا عده فرص ولكن خفقنا فيهم، درنا نتائج نوعا ما كانش في المحتوى في المستوى، ولكن المحتوى تاع الدوره كان لاباس به. انا نقول لك بلي طريقه اللعب اللي لعبنا فيها في دوره شمال افريقيا كانت احسن خير من دوكا، باسكو لعبنا اكثرها دوكا كتله متكتله، ولكن على هذيك لازم نعرفوا بلي هادو راهم اشبال الامه، راهم سيدي جون دو سيزون، لازم لهم وقت، لازم يزيدوا ينضجوا، مازالوا يربحوا ثقه، ومازالوا نغلطوا. ما تقولوش بلي ما احنا غلطوا، ممكن نغلطوا، ممكن يزيدوا نخفوا، ولكن الاخفاق ماشي عيب، الاخفاق ماهوش عيب، لازم نعملوا باش نطوروا الامكانيات تاع اللاعبين تاعنا. دونك لازم له ثقه، ولازم له كما يقولوا ان بون انفيرونمون باش يكبر في اطار محترم ويكبر بعقله. فوالا. زير تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.